في ازاي ان احنا نقدر نخلق زياده في طاقه الطاقه المتجدده في المرحله القادمه، وفي نفس الوقت ازاي ان احنا نقدر نقلل اللي هو استهلاك اللي هو الطاقه الاحفوريه في اللي هو منظومه الانتاج. وكل ده عشان ان احنا نشتغل مع بعض كفريق واحد ان احنا نقلل تكلفه الانتاج البرميل او الانتاج بالنسبه للمتر مكعب من الغاز. وعشان نحقق الاربع ركائز دولت، الحقيقه كان من الواضح جدا ان احنا لازم نشتغل بطريقه تكامليه، وده شيء مهم جدا احب ان انا برضو اوضحه. والطريقه التكامليه دي كان ليها اساس ان احنا نشتغل مع قطاعات المؤسسات الدوله، وكما ذكر الحقيقه دوله رئيس الوزراء ان بيتم مراجعات دوريه وبيكون في تعاون بين كل الوزراء المعنيين ازاي ان احنا نقدر نشتغل كفريق عمل واحد عشان نلبي الاحتياجات الماليه عشان نوفر احتياجات المواطن من المواد البتروليه. وفي نفس الوقت على وضع اللي هو الاليات المشتركه اللي نقدر بيها نقدر نقلل من المستحقات الشركاء في الانتاج والاستكشاف. وايضا التعاون اللي هو التكاملي ده في مؤسسات الدوله كان برضو مهم جدا الحقيقه مع الجهات اللي هو تشريعيه وتنظيميه. وعشان كده الحقيقه دي انا احب ان انا يعني اشكر الحقيقه اللي هي تتمثل في لجنه الطاقه ولجنه الصناعه ومجلس اللي هو الشيوخ. وانا شاكر جدا على التعاون يتم عشان اللي هو دراسه ما يمكن اللي هو ان احنا نعمل معا عشان ان احنا نخلق بيئه جاذبه للاستثمار في مجال البترول والثروه المعدنيه. الشق الثاني له علاقه بالشركاء، والشركاء انا برضو احب ان انا اخد الفرصه ان انا اطمن الساده اللي بيشوفونا النهارده ان مصر فيها 57 شريك في اللي هو قطاع الانتاج والاستكشاف في الغاز في مصر والبترول والغاز. ومصر تمتلك الحقيقه او فيها تعاون باكبر الشركات العالميه متواجده معانا هنا في مصر، وعندنا شركات مصريه متخصصه في قطاع البترول والغاز برضه متواجده هنا مع مصر. وعندنا بالبحث معاهم على ايه هي الاليات اللي احنا ممكن نعملها لاجراءات تحفيزيه لزياده الانتاج. الحقيقه تم اجتماع عملناه في 26 اغسطس 2024 عشان نطلق حقبه حوافز لزياده اللي هو الانتاج عشان نزود الانتاج من اللي هو الانتاج المحلي عشان نقلل الاحتياجات بالنسبه للفاتوره الاستيراديه لمصر. اما الشق الثالث وده شيء مهم جدا الحقيقه، وده مع توجه الدوله لزياده اللي هو القطاع الخاص في القطاع، الحقيقه يعني احنا حبينا ان احنا نشرق القطاع الخاص وان احنا ندعو اللي هو رجال الاعمال وشركات اللي هي الوطنيه لدخول اللي هو قطاع البترول وعرض فرص استثماريه في قطاع البترول والغاز. وبدانا بالفرص الاستثماريه اللي هي تتعلق بزياده الانتاج، وثم هيكون برضو فرص استثماريه ليها علاقه بجزء اللي هو التكرير والبتروكيماويات. والحقيقه كما الحقيقه شاهدنا النهارده انا بصراحه يعني بشكر الحقيقه كل يعني رجال الاعمال الشرفاء الوطنيين فعلا اللي هم انضموا لهذه المبادره يعني النهارده معانا. واحب يعني اشكر يعني شركات عز وعلام وممدوح عباس والسويدي لتواجدهم معانا النهارده ومنصور، لان دي الحقيقه علامه ايجابيه على اللي هو التعاون المشترك. وبرضو عشان احقاقنا الحق في برضو عندنا الحقيقه رجال وطنيين في من القطاع الخاص برضو ان شاء الله هيقبلوا على هذه المبادره ان شاء الله في الاسبوع اللي هي القادمه باذن الله.